هلو يا معشر الباندا، اليوم اجيتكم وما اجيتكمش وحدي، جبت لكم معايا اول تونسي يطلع للقمرة. اي نعم، اول تونسي كونكتي مع لي زومبي. ضيفي اليوم زعزع التراند في اليوتيوب، ضيفي اليوم محب للحيوانات وبالأمارة عنده زوز هسكيات. اترحبوا معايا توا باحمد ريامي. السلام الناس الكل، ميرسي منى على المقدمة الجميلة اللي عملتها. ميرسي منى. ريت ايه؟ اني صديقتك ولا صحيح؟ نحن اصحاب ولا صحيح؟ دوك توا باش تقول لي شنو السر اللي يخليك تخلط للمليون فيو وتدخل للتراند؟ والله ما نعرف. كيفاش ما تعرفش؟ شو خاطر شفت الدومين هذا خاصة معناتها في اليوتيوب، خاصة في اليوتيوب. عمرك ما تعرف انه باش تهبط فيديو معناتها قداش مش تعمل فيو. كيف ما تنجم معناتها تخدم فيديو وتتعب عليها برشا وما تعملش فيو جملة، تعمل 200 فرانك فيو بالرسمي، فما فيديو ما تعطيها حتى قيمة وما تخسرش عليها حتى وقت، تهبطها تضرب. عرفت كيف يعني؟ ديما اخدم وهبط وما عندك حتى فكرة ايش باش تعمل. اما كي باش توصل للمليون فيو كيفاش؟ ما لك ما خاطر انا بطبيعتي معناتها ريبي تعرف. لا والله ما تعرف اصلا في باليش معناتها الفيديو باش تعمل مليون فيو، مش بلا هيك الفيديو شاف قديمه في 160 فهمتني، كل مره تزيد تعرف فيو هذيك. اما وصلت مليون معناتها في وقت شنو احساسك وقت وصلت مليون؟ فرحت مش مصدق خاطر معناتها هي ديجا وصلت في 500 في النهار الثاني، الناس وقتها تبعت لي في مساجات بريك 500000 فهمتني، زعما توصل مليون وعارف برز ما الاحساس ولا برز ما الاحساس. دونك فرحان برشا على عقبالية ان شاء الله عقبالية حتى نفرحوا 50000 ابونين ان شاء الله 100000 ابونين كبر كريم ان شاء الله. محميد اي تبع فيك على انستغرام في بالك ولا؟ اي في بالي ديجا تعمل في جامعه ديما ورفت ثورك مع فتاه جميله شقراء ذات عيون زرقاء. احكي لي اي طفله تفرج فينا ضيعتوا فرصه، فاتتكم فرصه. صحيح ما عادش فما فرصه للتدارك بالنسبه ليهم، ما عادش فما، كانت قدامكم فرصه. راني طفل مزيان مش راهو من برا، راهو قلبي ابيض، هذيك اهم حاجه. الكل فاتتكم فرصه تو. كي سيدك بنسيتك باش تعطينا جنسيه الفتاه حبيبتي. اوكي تو مشيت في البحر عرفت جنسيه الجنسيه. شو عندك نجم ثلاثه اذنك تطلع وحدك، اما عندك ثلاثه فرص من اوروبا باش نسهلوه. من اوروبا؟ من اوروبا مش فرنسا؟ لا اكيد خاطر فرنسي بين برشا بالفرنسي حد ميكسي دغيا. بي مش المانيا اكيد؟ لا مانيش سفخن ديش ندخن. لا مش برافو. توا السؤال الذي يطرح نفسه سؤال خطير. جاي حاضر اليوم دونك مستعد. اسكو كيف معظم التوانسة صحب انجليزية فرنساوية كذا لغاية في نفس يعقوب؟ اوكي شو فرحان برشا سألتك السؤال هذا خاطر معناتها متوقع وبرشا ناس هذيك في بالهم اللي معناتها وراق وبحكم انا معناتها طفل لك كيما الازرق وكل شيء باز وراق. مش ازرق يا جماعه يا الرفيق مش ازرق. في الصيف نولي ازرق تضربني الشمس، نولي كعبه مرقاس تحوس في الشارع، والله نولي ازرق برشا. اما مش على الوراق هي كيفاش؟ انا مغروم برشا بكريس براون. هيييييي كنت تحكي عليهم بعد برشا. اما لا لازم نعطيك حاجات مش تربط الحكايه، انا مغروم بكريس براون برشا. وهي زاد تحب كريس براون، انا قبل كنت نعمل ديما فيديوهات نتاع دونس وهبطتها في جروب تاع كريس براون اللي هي فيه عامله فيه جيم. دونك هي هبطت الفيديو شافتها وقتها نشطح انا وعملهم، عجبتها الفيديو وتحكي معايا وراك. كنت فودر في الفيرتوال فيسبوك. بالضبط على فيسبوك شفت تصاوري فهمت كيف وعجبه ودونس وكنت تشطح بلاك دير كل شيء. جيت حكيت معايا اما مش بلي فو بروفيل خاطر انا معناتها ما غزرت لي حتى طفله وانا صغير فهمت كيف طولة كيف بلوندا وهذا كبشت حصير بجينا نحكي بشويه بشويه حكينا من مره سكايب عرفت كيريتها البيضة وشعر قلت لها بجرب بي بايبي خل نتاكد ليش تحكي مع حد هذا حتى طفله ما غزرت لي وانا صغير هكا هو كي وقتها قد ايه عمرك وقتها؟ عندها 5 سنين الحكايه. قد ايه عمرك وقتها؟ ما نذكرش احسن خاطر نبي في النهار صغير يا جماعه راهو من عام عام 95
من عام 95 دونك وقت عمك حاطين يدور لي وليت بيما في الماتش. اسمو حدكم قولوا لنا قولوا لنا في الكومنتات قداش عمر وقت يعرفها. قولوا لهم قداش عمري وعندكم حتى ثلاث احتمالات. دونك كهو من هذيك مشيت الحكايه وبدينا نحكيو وكي مسكايب بيع كبرت عرفتك اول مره حكينا سكايب ثاني مره جبت امي وهي تحكي مع الطفل اليوم يجي يا ما كهو من هكاك مشينا جيت عملنا اكونت موجود. دونك انت على باز على باز على باز دانسور وي والمدام على باز على باز دانسور لا لا جمله خديها دانس دونك طب شو عملنا شطحه توا امبوسيبل و اكروباسي و فازيت يا جماعه ما عندكمش فكره راهو اي تبع اما توا خاطر باش تروح باي مفرغ راهو بالرسم لازم نسخن دونك ما نجمش نعمل نعم حتى فستين هكا نعمل هكا بعد هكا لا هك ايه هك 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 طلع هب دور امش ما تعب فريستا يلا بطل والله فمك اللي هك دوك بحميد تغرق بالدانس في جورة كريس براون وي وعملت شين يوتيوب وي تحط فيها فيديوهاتك وانت تشطح وي اليوم مازال موجودين تو حتى واحد مش لاق بيهم في شين يوتيوب مازال في شين يوتيوب نتاعك هذيا لا مش في هذه في شين يوتيوب مازال بابليك ومازال موجودين انا حتى واحد مش لاق بيهم خاطر شين معناتها حتى واحد ما يعرف اسمه دونك اتس تايم اللي باش يعرفوها جو تشيك خمس سنين التالي ريابي كيفاش كان وي بصح يعني الانترفيو هذا باش تدمر لي كاريري قول لهم يلا شنو هي الشين عاد هما لازم يطلعوا ما نجمش نقول خاطر ما نحبش اسمك حاجه تبعه اسمك ولا كريس براون ولا اعطينا ممكن فيها كريس براون اما ما فيش اسمي كيفاش تطلع اعطينا انديز ما هذيك الفازه بي كرييتيف ما نحبش يطلعوه انا اصلا حبهم شي يثقوا بها فماشي ليان بيك معني لا جمله اوكي شفت قصيت معها اخوتي جمله شي يعني كريس براون تونيزيا مثلا ممكن اما مش سير بيه يا جماعة نعمل عليكم اللي يلقاه يحط لنا اللين في الكومنتير شوف عندي تصاور بحجم كريس براون والله وين نجم نلقاوهم عندي تصاور بحجم كريس براون اما شفت الفازر وين نلقاوهم راهم بابليك على الاخر معناتها اي واحد نجم يشوفهم اما لا سيمي ياسر معناتها ما تنجمش حتى واحد يطلعهم دونك الى يومنا هذا ديما قبل ما نرقد تجي في مخي ساعات يا ربي المصاب مش نلقوش بهم عرفت انت وراكم يا جماعه باش نعمل فهمتني تقصي حقائق وفازيت باش تلقاوهم في الكومنت وفما دراكو فهمتني صديقنا بوتيتر زاد ينورنا بحكم هو قوي ياسر امور ديجيتال ماذا بيا مشتاق بهم ما يعجبنيش برشا انا دراكو ما يعجبنيش نكرهو بون اعز الناس باهي تغير عز الناس بالحق تو تو كنت تكر وراك لا باهي ريابي انت محطم الارقام القياسيه في اليوتيوب بون مش الكل مي ان شاء الله نوصلهم الكل وي ان شاء الله كل ان شاء الله نوصلهم الكل وي ان شاء الله نوصلهم الكل وي ان شاء الله دونك شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك من اليوتيوب انا موجود في اليوتيوب جوست باش نحرق دراكو وور والله عز الناس اجاني لهنا احكي لي شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك الرسمي من اليوتيوب شو ما تنجمش تعرف وين يهز بالضبط اما ديما ما تتوقع منه حاجه باهي ما تعرف خاصه تو اليوتيوب في الاوقات الاخيره هذيا قاعد يتحسن برشا في تونس ويتقدم بطريقه كبيره برشا دونك انا برسمي فرحان برشا معناتها عندي وصلنا 200 الف سبسكرايب كان على اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله عقبه لا ينيه تو عشري عقبه لا يضربوا في العشره يا ربي خنفلوا بيا ساعة تو مش علي خنفلوا بيا افرح بيا انتم بحدثوا بيا نفرح بيك بعد تو نوح على روحي في عقلي باهي بحميد دونك امور ماني تمثلفاني اليوتيوب شنو احوالهم مع بعضهم معناتها شوف سؤالك اسال وما تحشمش كان قاعد نخلص من اليوتيوب ولا ايه 200 فرانك كل شهر شنو معناتها كيف تحسبها معناتها حكايه فارغه ما فهمتش فازا مش ما يخلص برشا على اليوتيوب فهمتك
فهمتك. مش متين فرانك اما معناتها كيف فيرغه قليله على فيرغه بحكم صوتها. وانا احنا في اليوتيوب خاصه اليوتيوب معناتها مش تخدم منه باش تدخل منه فلوس. يعني فما برشا ناس في بالهم انا باش نعمل يوتيوب باش نعطي نبدا حياتي كارير باش ندخل اليوتيوب فلوس. ديجا تخدم في اليوتيوب وعندك فكره مش هكاك يا جمله. اما اليوتيوب معناتها اللي ينجم يجيك من اليوتيوب اكثر من برشا من فلوس. معناتها اليوتيوب يحل لك ثنيه باش تمشي فيها في الثنيه هذيك باش تلقى فلوس انت فازا. دونك هو نجم يحلك برشا على الثنيه. دونك انت تو مازلت في مرحله الانفستيسمون معناها انت تنفستي تو معناها قاعد تخدم يعني مازلت ماكش قاعد تاخذ في لي فروي نتاع الانفستيسمون تاعك. اوكي فهمت. فوتناها الانفستيسمون فوتناها شويه فوتناها هاي فوتناها معناها قاعد تدخل في دي فروي. مش قلت لي هذه لي فروي منين دخل فيهم تو؟ الحمد لله يا ربي. واحد معناتها يخدم على روحه فهم فلوس موجود. قديش قديش اعطيني رقم. عرفتك ديما انا من نوعك تقول ديما خلي كل شيء على ستر ربي. فهم فلوس معني موجوده الفلوس اما ديما وي ما جست خلي على ستر ربي كهو مريك ايه مريك. دونك ريبي وي اسكو قرايتك عندها علاقه باللي تعمل فيه على اليوتيوب ولا لا؟ جمله والله جمله قرايتي معناتها باش كيفاش نقولها بطريقه نظيفه كيفاش نقولوا بهم برشا في القرايه من طريقه به بو ميساج وصل بهم برشا في القرايه. وعرفتك دخلت الراني تعرف دونس في المرسى الراني مش نتران لكن طبر منها تعرف فلوس دونك. ونحن تعدينا بمرحله سابقة شوي وبحكم انا بين في القرايه دونك تاخذ ندخل فلوس نولي مشيت ترانيت ندخل فلوس وبطلت قرايه خاطر هي بحكم معناتها ولات ضايع في وقتي اكثر وعارف روحي مش نوصل منها حتى شيء. دونك مشيت راني دونس اما المونتاج وكل شيء هذا تعمل فيه توا تعلمت غرام غرام اللي هي اهم حاجه. برشا ناس يقول لك تبدا مغروم خير من اللي قاريه ولا خير من خاطر تبدا عامل حاجه تحبها مهما تصعب مهما تاخذك وقت ديما فرحان اللي انت قاعد تعمل فيه. ما تقلقش ما تقلقش منها غرام خاطر ريبي وي بخلاف اليوتيوب شفناك في التلفزة وي في قناة الحوار التونسي ايه في برنامج لباس وأمور جدية معنا في البرتانية. احكي لنا الساعة كيفاش كانت التجربة؟ بون التجربة كانت معناتها من أحسن تجربة عملتها في حياتي. عرفت من وقتها عرفت التلفزة عرفت ساعة تبدأ تعمل في حكاية أما بعد تصير في حاجة برسم الحكايه دي طبعا مش يفادك قاعدين نعمل في حاجه فهمت فاز. دونك التلفزه من حاجتك كانت لي برسم تاكد وسي بون معناتها بدينا رامش تفاديك تو قبل على اليوتيوب هبط وقت تحب اما لا تو في التلفزه بروفيسيونيل فهمت فاز. دونك التلفزه معناتها كانت حاجه اكسبيرينس باهيه برشا علمتك تكون معناها ما عادش غرام بروفيسيونيل بروفيسيونيل علمتني نفرق ما بين الغرام ومن البروفيسيوناليزم بروفيسيوناليزم هذيك. انا كيفاش خدمت يوتيوب طول يوتيوب طول في التلفزه عرفت ما مشيت ما خدمت حتى شيء اما ديما في مخي كي نخدم فيديوهات ما نيش معروف في هذا ديما كما يعرفونيش. دونك عرفت كيما فين حتى نمشي للشارع متر ما عنديش شكل في مخي ما اسمش داخل الحكايه ديما نشلك شيكه بصبوع مريو خلعه في الشارع فهمتني الناس بدها تاخذ. اما كي مشيت وقت الحوار ودخلنا البيرو ستوديو وقت كي دخل بسام فهمتني بسام عمري خدت تبع في برشا غزر لي هو فرح بي مش انا فرحت بيه عمل لي بو حميد يتور حالته انت تبع فيا قلت له خليه يتبع فيك الجمره عرفت كيفاش يصدق جمره معناتها كيفاش عباد مش عارف علي خدر ديما في مخي ما يعرفونيش ديما ما يعرفني حد. كان وقت قابلت وقت في الفجه وقت نصور امور جديه تخلص يحكي في تليفونه ويهب علق تليفونه على خاطر جاي فرح بو حميد والله فرحت سمعت دخلت معانا واو معناتها تفرج خاطر هما باهين برشا معناتها الناس كيفاش تبع فيا وانا كيفاش كنت مانيش ماخوها سيريو جمله الحكايه. من وقت عرفت كيفاش وليت ناخوها سيريو ونتبع معناتها في ثاني وقت عادش تعملها لازم نعملها باش خدمها لازم نخدمها ما عادش من قبل. باهي ما تراش بحميد اللي انت ما خذيتش حقك في الظهور هذاك شفتوه في السكتش معناها في التلفزه. حدد سؤالك حقك منها شنو؟ حقك يعني بالمعنى يعني الحق كظهور مش ك يعني كيما قلت انت معناتها ما عطاونيش برشا فلوس باش تطلع ديسكيتش وكل شيء وي فهمت. جا برشا ناس قالت لي معناتها خاطر هما عرفتك مساسين ديما يراوني كرول برانسيبال في الفيديوهات بالضبط فهمتني. اما توا خاطر الممثل اللي جا معناتها مع الولية كريم وبسام ويا فهمتني مع خاصة فما سكتش وقتها مع كريم مثلتها وقتها يمثل سيرفور ما عرفتهمش كيفاش احمد يمثل سيرفور فهمت فهذا انا خاطر هي كيفاش انا فرحان برشا على مثلت معاهم وكانت اكسبيرينس صغيره برشا. اما شنو
خاطر هكا ما حبونيش معناتها هكا حبوني يحطوا فينا يحطوني في حاجه بيا فهمت فازا مش كتول لازم اكملوا خان وخاطر هما كي فرحوا بيا برشا براسي فرحوا بيا برشا وحبوني خلي ستيب باي ستيب تحرقش مش طول نحطوا في وسط جمهور خاطر انا بصراحه مش معناتها خاف من الجمهور اما عمري ما تخاف قدام ببليك فهمتني زي قلت من نوف لازم قلبي نحطوه هكا بشويه ومن بعد هكا بشويه ومن بعد دخلت ستاند اب عملت سكيتش وتمر جديه ومن بعد ولي ستاند اب وقت ناخذ معاه بشويه بشويه زدت شنو عملت خدمت برشا كتيبه وبرغم هذا الكل راهو معناتها مازلت بشتغل في التلفزه القريب وي جود نيوز وي مازلت شنو وي معانا في التاسعة دونك باز اي دونك فهمت هذا خاطر معناتها الحكايه مشت احمد باك عرفت مش عارف كيفاش نقولها اما كارسبكت اللوت وبرشا حاجات دونك التجربه باش تتواصل وهذه حاجه تفرحنا برشا 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 واني بالحق فرحانه على الاخر دونك كوبي ريدي حضر لي روحك ان شاء الله خير توا باش نسمي لك اسامي مشاهير وباش تختار كل مرة واحد فيه يلا جاي مشاهير في تونس يعني يس علاش يس حضر لي روحك يا جبت الكحة مش تعمل لي مشاكل ولا ريدي مش ريدي اما اوكي دراكو وإلا سام ولا شكون سام سامي دريدي اه سيب دريدي يا الناس انا دراك يا ولدي خلي دراك دراك هذاك عبد اخي بس مش سير حاجه توا شوف خاخ كاميرا راه شوف يعجبني دراك فهمتني زوز يعجبوني بجرب خلي قبل ما نبداو هذه خلينا نقول حاجه فهمتني جرب نحطها في المونتاج شوف ما نجمش نقول راهو هذا خير من هذا خاطر بالنسبه لي انا اي عبد عمل الفيديو ومعناتها اختار معناتها اليوتيوب باش يعمل كرياتيفيتي نتاعو باش ياخذ وقت باش يمونتاج فيديو ويعملها اي ريسبكتهم والله ومش هكا راه بالرسمي اي مينت نقصدها والله ليه خاطر اوكي خلينا نزيد نوضحها اكثر اي عبد وصل عمل الفيديو اما يخدم في حاجه للروح وما ضر حد اي ريسبكتهم مليك يا خوي اي مينت ابدالي دراكو والا سام لا وقلنا هذا بك اش قلت دراك ذاك عبد ذاك لا لا ما ما جا شيء سي بون اوكي الو دونك سام ولا ناصر ما تنجمش تقول سام علاش انا لابس هذا ما تنجمش تقول سام ولا ناصر خاطرهم اسمهم بعضهم دونك باش تقول ناصر سامي سامي ناصر فهمت فهذا اوكي ما عندكش بريفيرونس هما واحد ديجا ما عادش انا تب واحد اختار لي واحد سام ولا ناصر ما نجمش نعطيك بالضبط يلا تصرف باهي شوف نحبهم الزوز اي اوكي باش نقول ناصر خاطر يستني 10000 دونك هذاك علاش اوكي سلكتها دونك ناصر ولا هاشم علاش قلت نفسي اسيو هكا اوكي شو الزوز نحبهم من اثنين ما نجم صراحه ما نجمش نجم ما نجم شو هما هذا هاك وهذا هاك هاشم هاك خاطر يعجبني شفت هاشم يعجبني وناصر كيف كيف فهمت معناتها نجم نقول هاشم يعجبني في الكوميدي خير هذا يتكيف برجلايا خلينا ناخذوا لحظه باش نقدروا الكلمه نقول فيها محلاها هاشم يعجبني خاطر في الكوميدي خير اما ناصر معناتها في الخدمه نتاعو شفت ناصر نقول له توا نحسب في برشا حاجات كيفاش يخدم الخدمه نتاعو نون ستار يا زيني يا زيني توا بتربك دك بتربك دك دونك اقول صحابك ونعرف اللي تحبهم اما ناصر ولا هاشم هاش ناصر ناصر هاش ناصر هاشم ولا ناصر ناصر بيه ناصر خاطر زري 10000 كلها ناصر طبعا بيه ناصر ولا امين ليمي ناصر خاطر يستني 10000 اوكي ناصر ولا بيكي اوكي فهمت واش قاعده تعمل توا اوكي يلا ناصر خدي سنه 10000 سير
ما زال خاطر يصيرني 10,000 راسه باش يطير راه سي ناصر ولا كريم العربي ناصر خاطر يصيرني 10,000 مش كلها ناصر وحيد خوي وحيد فاست خاطر يصيرني 10,000 باش يقولك شبيك اخترت فلان لا خاطر بالرسمي هو بيعملها معايا في الفاز هذيك انا بشجع حلو تو عرفتش يخلص هم تو هذيك اللي تلموك حظ برشا دونك كنت باش نقولك بسام الحمراوي دونك باش تقولي ناصر تو يصيرك 20 دينار بسام لا لا ما خلص عليه حتى مره بسام دونك ناصر اوكي وناصر طاير الناس الكل خاطر سلفوا 10,000 دقيقه بركه او جس نحب معناتها سامي مش مروب اما سامي تاع ليه وياسين سوندوس يعني يعمل يوتيوب شين وكل هكا ما نحب نشكرهم برشا ومعناتها زيد عندي انا من معناتها من احسن يوتيوبرات في تونس خاطر نحبهم برشا وتحيه كبيره لهم هما دونك نسلموا على سامي يا شافعي وياسين سوندوس ياسين سوندوس تعلي تعلي وي و بالمناسبه نكملوا نسلموا على اورسوجي ومخك عجب اي نسلموا عليهم الكل والكل 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 نحب نسلم على الناس الكل كان دراكولا تي عليه اورسوجي مخك عجب الناس الكل الكل حتى واحد عمل فيديو هبطها البارح على اليوتيوب نحب نسلم عليه دراكولا امريك وي موركانيا دراكولا دراكولا ريبي يزيني من القلوب يزيني من القلوب عجبك الانترفيو فرحان برشا جيت بحداك اليوم والله حطيني فرحانه وزقزق اني اطير من الفرحه كان عجبتهم الفيديو متاعنا يبارتاجيوها سبسكرايب وجيم سبسكرايب اهم حاجه سبسكرايب اهم حاجه لوبجيكتيف متاعنا هي 100,000 وان شاء الله توصل لها 100,000 ابوني يا ربي يا ربي باندا دايريز لمتعتكم